هذا الهاتف يملك كاميرا ممتازة، يملك شاشة ممتازة، يملك معالج ممتاز، تصميم جميل، ويعني مواصفات تنافس الهواتف الرائدة تقريبا. أيضا يملك سعر منافس لهم. تعالوا نتعرف على النوفا 7، أعتقد أنه كثير كثير راح يعجبك هذا الهاتف، خليك معي. السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار، برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع، إذا مش مشترك بالقناة فرصتك الذهبية إنك تشترك وتفعل جرس التنبيهات، بهاي الطريقة أنت تدعم القناة، جزاك الله خير. بعض الناس عنده ارتباك بموضوع النوفا، إنه في عنا أكثر من نوفا، نوفا 5T، نوفا 7i، وهي نوفا 7، نوفا 7 برو، نوفا 7e. اليوم عندي النوفا 7، والنوفا 7 يختلف اختلاف كلي عن النوفا 7i، وأنا بعتقد إنه النوفا 7 هو البديل الشرعي للنوفا 5T. تعالوا نتعرف على هذا الجهاز بهاي المراجعة الكاملة. كالعادة بدي أبلش بالتصميم مباشرة، بقدر أحكي لك إنه هذا التصميم راح يعجبك. راح يعجبك ليش؟ لأنه الجهاز نحيف، الجهاز الانحناءات اللي فيه لطيفة جدا جدا، الشاشة ما فيها الكيرفز اللي شفناها على الميت 30 برو، وهذا بصراحة إشي يعني بعض الناس يحبوه، أنا من ضمن الناس اللي ما بحب الكيرفز، مع إنه شكلها جميل جدا. مباشرة ممكن أحكي لك إنه أكبر مشكلة ممكن تواجهها مع هذا التصميم إنه حيلم بصمات كثيرة جدا جدا، وبالذات إذا أخذت اللون السيلفر الجميل جدا اللي شكله زي المراي، كثير حلو اللون، ولكن هذا اللون راح يلم لك بصمات كثيرة إلا إذا حطيت الكفر البلاستيك. وعلى سيرة الكفر البلاستيك، إذا حطيته في بروز خفيف للكاميرا راح يختفي تماما، يعني البروز اللي هون بصراحة مش كبير. بالإضافة إنه ترتيب وتصفية الكاميرات بالمستطيل، أنا يعني هاي الطريقة عجبتني بصراحة. والجهاز من الزجاج، الإطار من المعدن، مسكته بالإيد لطيفة جدا، الشاشة من الأمام ما فيها إلا ثقب صغير على الشمال فيه الكاميرا الأمامية، وعندنا سماعات يعني يدوب مبينين في الأعلى، والحواف بشكل عام يعني بقدر أحكيكم إنه الحواف ليست كبيرة جدا، مقبولة جدا. على سيرة سماكة الجهاز، صحيح سماكة الجهاز 8 مليمتر، وزنه 180 غرام، مسكة الجهاز مريحة جدا، لما بتمسكه بتتعامل معاه، بتحكي تليفونات، تتفاعل بإيد واحدة، حتكون المسكة مريحة جدا. البعض راح يحكي طب ليش يعني ما فيه هيدفون جاك؟ لا ما فيه هيدفون جاك، ولكن في العلبة راح تشوف انه فيه كونفرتر من USB-C الى او من 3.5 الى USB-C، فممكن تشبك سماعتك هون، بس هيك حتاخذ محل الشحن. طيب نحكي عن الشاشة، الشاشة هون OLED، بصراحة الشاشة جميلة، الألوان جميلة هون، شاشة 6.53 إنش Full HD Plus، راح تعطينا 403 بيكسل لكل إنش. بصراحة يعني أنت لما بدك تستخدم الشاشة في التنقل بين التطبيقات لطيف ما في مشاكل، لكن لما بتحضر محتوى على الشاشة هاي المحتوى حيكون جميل، الألوان جميلة، لما بتلعب ألعاب هون برضو الألوان راح تكون جدا جميلة، الأسود أسود، الأصفر أصفر، يعني الألوان التباين اللي فيه ممتاز جدا، وهاي من الشغلات اللي بحبها في الـ OLED screens. وأنا بصراحة بفضل كل الشاشات تكون OLED. سطوع الشاشة ليس أقوى سطوع، ولكن أنا بعتبره مرضي. الإشي الوحيد اللي كنت أتمنى أشوفه بهاي الشاشة وما شفته، معدل تحديث كبير للشاشة 90 هرتز أو 120 هرتز، أتمنى أني أشوفه بالأجهزة هواوي القادمة. بالنسبة لنظام التشغيل، رح نأخذ هون الأندرويد 10 عليه الـ EMUI 10.1 بدون برامج جوجل. بدك تتعود على الـ HMS، الهواوي موبايل سيرفيسز، إذا أنت ناوي تشتري أجهزة هواوي من يوم وطالع. هذا النقطة دائما بكررها، ولكن بلاحظ أنه الناس بتنسى هذا الموضوع، بس يشتري جهاز من هواوي بيحكولي سيزار ما فيش فيه برامج جوجل. طب احنا حكينا لكم أنه فيش برامج جوجل، ما حدا بخبي هذا الموضوع. شركة هواوي نفسها معتمدة الـ HMS اللي هو الهواوي موبايل سيرفيسز، وتحثك وبتحاول تعلمك كيف تحاول تعيش بدون ما تكون مقيد لأي شيء معين. هذا الحكي الحكى كثير، ياريت تركزوا فيه لو سمحتوا. بالنسبة للأداء، يعني المتوقع هون نعم أداء يكون ممتاز. عندنا معالج الكيرن 985، وهو جاء بعد 980، فهو أفضل منه شوي، مبني بمعمارية 7 نانومتر. أداء بصراحة أنا بعتبره سلس سريع، ما في لاج، ما في أي تقطيع. تلعب ألعاب مثلا، تقدر تلعب الببجي، لما بتدخل على الببجي راح تأخذ إعدادات عالية، على كول أوف ديوتي إعدادات عالية، أسفلت 9 إعدادات عالية، وهذا المهم بالنسبة لك. يعني أنا لم أستطع أني ألعب ساعتين ثلاثة ببجي، أنا ما بقدر ألعب فترة الأخيرة، آخر يعني أكثر شيء لعبت هون نص ساعة 40 دقيقة متواصلات على
على هذا الجهاز حسيت بحماوة صغيرة جدا يعني حمل الجهاز شوية أعتقد أنها لا تذكر، بس حبيت أقولكم إنه ممكن يصير، ولكن أنا ما بقدر أعطيها 4 ساعات لعب. إذا أنتم من النوع هذا فما شاء الله عليكم، أنا بصراحة ما عندي الوقت إني ألعب 4 ساعات وما عندي القدرة إني ألعب 4 ساعات. على كل حال التجربة اللي أنا أخذتها من اللعب هون بعتبرها ممتازة. سيدعم هذا الجهاز 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزينية 128 جيجا، بالإضافة إنه تقنية الساعات التخزينية هي UFS 3.0 وهي تقنية سريعة يعني ضعف السرعة اللي أنت متعود عليها. عشان هيك بحكي لكم الجهاز فعلا يعني سريع سلس، لو ضفنا 120 هرتز كمان على الشاشة سلاسة. طيب نحكي هسا عن الكاميرات، والكل متوقع يعني كيف أداء الكاميرات هون. بصراحة قبل ما أخش بالتفاصيل، أداء الكاميرات اللي هون أكيد راح يعجبك، أنا بصراحة أعجبني. عندنا 4 كاميرات، نحكي عن بعض المعلومات. عندنا 4 كاميرات الأساسية 64 ميجا بكسل بفتحة F1.8، أداءها بصراحة مرضي تماما. راح تشوفوا وأنا بحكي معكم صور، هاي الصور أخذتها من غير ما أتعب حالي، من غير زوايا، خلص صور تشك 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 ومن غير ما أعملها إدت زي ما هي، زي ما أخذها التليفون، عشان أنت تأخذ تجربة بالضبط لما بتمسك الجهاز وتصور فيه. ولكن لو تعبت على الصورة، لو اخترت التوقيت المناسب، لو اخترت الضوء المناسب، الزاوية المناسبة، وعدلتها ببرامج التعديل شوي صغيرة، ممكن يطلع معك صور احترافية. فركز على هاي النقطة. عندنا كاميرا زوم 8 ميجا بكسل، البعد البؤري تبعها 80 ملم، تعطيك 3x زوم، راح احكي عن زوم ان شاء الله. وعندنا كاميرا 8 ميجا بكسل الترا وايد اللي هي العريضة 17 ملم البعد البؤري تبعها، وعندنا كاميرا 2 ميجا بكسل للعمق. تصوير الفيديو حيكون 4K وفول اتش دي، وعندك كاميرا اماميه 32 ميجا بكسل بتصور فيديو فول اتش دي و4K. طيب تعالوا نحكي شويه عن الصور، ليش انا حبيت الصور. انا بهمني لما اصور صوره او اي صوره بغض النظر في اي مكان، مش ضروري تكون الاضاءه انسب اشي، بس خلص عجبني منظر وصورته، بهمني الالوان تكون حلوه لعيني. هاي اول نقطه بدك تقيس عليها، انت شوف عينك شو ايش ترتاح الالوان. فاذا كانت الالوان للصوره اللي اخذتها قريبه من المشهد اللي انا شفته بعيني، انا بعتبر هذا اشي ايجابي. ثم الفوكس، لما انا اصور اشي بتصور بس وما طلعت فوكس، ما كانت طلعت واضحه، معناته الصوره مش صح. الفوكس هون اعتقد انه ممتاز. الدايناميك رينج يعني تباين الاناره في الاناره العاليه، لما يكون عندك كثير لايت، لما يكون مثلا كثير عندنا ظلمه او عتمه وشادوز، لما يكون في عندك دايناميك رينج قوي بالشادوز هاي بالظلال بيحاول يطلع تفاصيل انت مش شايفها، وبالاناره العاليه اللي هي بيكون بياض بيحاول يطلع برضه تفاصيل انت مش شايفها. كل ما طلع تفاصيل اكثر بنعتبر الدايناميك رينج تبعه اعلى، فالدايناميك رينج هون ممتاز. نحكي عن الزوم، 1x و3x مقبولين ممتازين، 5x خلص ما في داعي. انا برايي يعني اعتمد قديش بيعطيك الجهاز اوبتيكال زوم، اشي بصري فعليا. بعدين اللي هو الديجيتال زوم يعني انا لا اعول عليه، ولكن انا بعتمد على الاشي الاساسي. الاشي الاساسي اعطاني جوده ممتازه ودقه ممتازه، هذا اللي بيهمني بصراحه. هو ليس افضل من البي 40 برو بموضوع زوم، هذا اشي اكيد، لانه احنا بنحكي عن فئات مختلفه. طيب نحكي عن البورتري، هلا الكاميرا الخلفيه بتعرف وفيها مود للبورتري، يصور البني ادم، تصور بني ادم ويعزل اللي خلفه، ممتازه جدا. بضل النمط الليلي، النمط الليلي عند هواوي بصراحه قوي جدا، حتى بالاجهزه المتوسطه قوي، هون بصراحه كان عن جد ممتاز. يعني انا بدي افرجيكم بعض الصور، بعض الصور يعني اخذتها بعتمه عتمه يعني فعلا انا مش شايف وعادي صور. ففعليا لما يكون في عندك شويه نور وتثبت ايدك كويس وتستخدم النمط الليلي راح تاخذ صوره راح تتفاجأ منها. بس كاميرا الاماميه بالنسبه للالوان حسيتها يعني اقل جوده بالنسبه لي من الكاميرا الخلفيه، فانا حبيت الوان الكاميرا الخلفيه على الوان الكاميرا الاماميه. العزل فيها ممتاز، ولكن كنت حابب اشوف، وهذا ممكن يتعدل بسوفتوير باي ذا واي، حده الوان افضل، لكن الفوكس فيها ممتاز والعزل فيها ممتاز. طيب هسه نحكي عن الفيديو، تعالوا نشوف الفيديو. السلام عليكم اصدقائي، يعطيك العافيه. حاليا بعمل تيست للهواوي نوفا 7، الكاميرا الاماميه فيديو فول اتش دي زي ما انتم شايفين. الوقت التصوير الساعه 6 مساء قبل الغروب، اوكي، فانت ممكن تشوف الالوان غير، ولكن احنا بهمنا نشوف اشياء كثيره، بهمنا نسمع الصوت، الالوان، ستابلايزيشن، وهون حيصور فيديو 4K مش بس فول اتش دي، في 4K، فهلا راح اكتب على 4K ان شاء الله. يعطيك العافيه، فيديو 4K
من الكاميرا الأمامية النوب 7. فا أنا اخترت على فكرة وقت تصوير كويس ألا وهو قبل الغروب، فيعني ممكن تشوف الألوان حلوة. زي ما حكيت لكم الصوت مهم، ناخذ مكان فيه شمس، شمس خلفنا. Alright، هيك الشمس خلفنا. Alright، let's go. أول فيديو من الكاميرات الخلفية، فيديو فول اتش دي. طبعا خيارات الفريمز ريت عندنا بس 30 فريم حاليا لكل ثانية. يعني مشي يعتبر سريع، مش سريع كثير بس يعني سريع لا بأس، مشي الاعتياد يعني. ماسك التليفون بيدي تنتين، اي ايد واحدة، نشوف كيف الوضع. Alright. ننتقل للفيديو 4K. حاليا بنصور فيديو 4K. الفيديو 4K في عندك خيارات، ممكن اعمل زوم 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 او كمان زوم كمان زوم، اعتقد لحد 10x. يا اوكي نرجع باك ل 1x. اوكي هلا نتمشى شوي نشوف كيف الاستابلايزيشن. اوكي اعتقد بكفي هيك خلاص، ما راح اشرح كثير، انتم شفتوا الفيديوز. اكثر فيديو عجبني، دقه فيديو عجبتني ال4K، وعجبتني الكاميرا الاماميه بصراحه وادائها والتثبيت والالوان، عجبني كثير الفيديو بصراحه. بالنسبه للصوت يملك سماعه واحده ولكن الصوت فيها مجسم وعالي. لو قدروا يستخدموا السماعه الاماميه ويعطونا ستيريو سبيكر بيكونوا بصراحه هواوي عملوا فينا خير. بالنسبه للبصمه سريعة جدا، القفل الوجه ايضا سريع. 2 جو انتهينا، سكر مرة ثانية 1 2 جو انتهينا، سريع جدا. طبعا الجهاز يدعم بلوتوث 5.1 ويدعم NFC. وهلا بدنا نحكي عن البطارية. البطارية ليست اكبر بطارية موجودة في السوق، 4000 ملي امبير، يدعمها الشحن السريع اللي هو ال 40 واط. هاي البطارية معناها مش اكبر بطارية، قدرت تعطيني من 6 الى 7 ساعات سكرين اون تايم، وهذا رقم يعتبر ممتاز صراحه. الجهاز انا ذكرت لكم الايجابيات وذكرت لكم السلبيات، وانا زي ما انتم شايفين الايجابيات بصراحه اكثر بكثير من السلبيات. هذا الجهاز في الاردن يمكن، انا مش متاكد لسه من السعر، لكن ممكن يكون سعره في الاردن 350 360 دينار اردني، يعني لو بدي اترجم الى دولار يمكن 500 دولار. هل يستحق 500 دولار؟ يمكن نلاقيه في بلدان اخرى بسعر اقل بصراحه. حسب بلدك، انا شايف انه الجهاز اذا انت ما عندك مشاكل تستخدم الاتش ام اس وامورك تمام، هذا الجهاز راح يفاجئك الاداء تبعه. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، يعطيكم الف عافيه، يعني ان شاء الله يكون هيك صار عندكم فكره واضحه عن اداء النوفا 7. احكوا لي شو رايكم بالجهاز، احكوا لي هل بلشتوا تستخدموا الاتش ام اس اللي بتشتروا انتو هواوي وتستخدموا اتش ام اس؟ احكوا لي عن تجربتكم لو سمحتوا، حابب بصراحه اعرف تجربه اتش ام اس. في كثير ناس بيحكوا لي لا بدنا جوجل، اوكي تمام، انا بدي اعرف الناس اللي اشترت هواوي وبلشت تشتغل عليه وتستخدم الاتش ام اس، كيف التجربه معكم لو سمحتوا؟ يعطيكم الف عافيه، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب اذا عجبكم هذا الفيديو، تابعوني على انستغرام، بشوفكم في الفيديو القادم، الى اللقاء.